المأساة ما تسالش، مازال فيلم، مازال فيلم طويل مع الأسف. يلا قلتي الحمد لله، يعني داكشي اللي بغيتيه كان، ولكن للقدر كان عنده شأن آخر وغادي يزوجوك للمرة الثانية. وربما يمكن هذه هي المعاناة الحقيقية، هذيك ثاني هي داك الزواج الثاني اللي كان الشخص كان لا سمحه الله يعني دوز عليك معاناة كثيرة، تعرضتي للعنف بزاف، تعرضتي للإهانة، تعرضتي لجميع أنواع الإساءة. المشكلة أنه كان كيجيك من العائلة، باه ولد عمي، باه هو ولد عمي، شيخي ولد عمي، ودغيا زوجوك. ما جلست 3 شهور ولا شهرين وقيلة، ما عقلتش، ولكن ما عنديش واحد المسافة كبيرة. قلت يلا غادي نلعب عاوتاني ونشوف مع البنات اللي في البلاد، ونشوف هادو نعيش بعدها مع والدي. وواحد النهار مرضت واحد مرت اخويا، حيت هو مجوج بجوج عيالات، مرضت وقال لي خصك تجي عندنا للدار الفيلاج، حيت حنا كاين البلاد وكاين الفيلاج فين ساكن خويا. نواحي الصويرة. نواحي الصويرة 8 نار. مشيت عند خويا في الفيلاج، مشيت كنغسل المواعن، هذيك المهم ديال الغداء، داز الغداء مشيت كنغسل المواعن شويه، وهي تجي امي من الباديه، جات دخلت عليا، قلت لها جيتي يا امي الله يرحمها؟ قالت لي جيت بنتي. قلت لها زعما، قلت لها يلا جيت انا غير البارح وجيتي اليوم؟ قالت لي وا غير حطي دوك المواعن ما بقيتش ما تغسليهم ما والو. قلت لها علاش؟ قالت لي نوضي راه جبتك واحد الجلابه، نوضي لبسيها راه غادي تمشي لدارك. كاين انا صحاب واش الاخر ترجعي لداري؟ قالت لي راه مجوجه لولد فلان داك حسن، راه غادي تمشي. قالت لي كان شاب ولا حتى هو كبير؟ لا باقي هو صغير، مازال صغير. قالت لي غتجوجي لقلميم. قلميم هاد المره؟ قلت لها لا ما عرفتش انا فين. قالت لي غير يلاه معايا وصافي. ولكن راه ملي شفت هذاك السيد راه من الكار ملي ركبنا في 8 نار، وانا كنبكي توصلت قلمي. على شنو شنو مشكل ملي شفت صافي سبحان الله العظيم ما عرفتش شنو شفت. واش ما كانش يعني واش وجهه كان شتي في وجهه ما وداس فيه القرع، هو قرع ما عنده حتى زغبه في راسه، وعنده في شكل سنان يعني دميم. ما شتي ما تشوفي على الهضره اللي كيهضر وداكشي اللي كيفاش كيتصرف ما تقبليش. ايوا صافي مشيت، دخلنا وصلنا لقلميم، دخلنا للدار وصلنا. هو كان ديك الساعه كان جلست معايا ما عرفت امي واش شي شهر ولا ما عرفت شحال، جلست زعما باش تنولف. ولكن باش فاش جات الوالده صافي تقلب كلشي، ولا كيسد عليا الدار بزاف. دابا راه ما كنحملش شي واحد يسد عليا، تقولي لي ما تخرجيش سيمانه مثلا، ما تخرجيش من الدار ما نخرجش، ولكن خصني الباب نعرفه بان راه محلول ما يتسدش بزاف، بقات عقده الا تسد بالساروت صافي كنتخنق مع عرفتي، كنولي كنبغي نموت صافي، ما خصوش يتسد عليا. انا راه جايه 3 سنين وانا مسدود عليا الباب، والشراجم داير ليهم راه هو دابا باقي حي الا سمع هذه الحلقه غيعرف بان كلشي صحيح، داير البلانشات للشراجم ما كنحلهمش، ما كنشوفش الزنقه نهائيا، عندي كلشي في الدار، دوش في الدار كلشي في الدار، ما الزنقه ما كنشوفهاش نهائي. وملي كيجيبني للبلاد من عيد الكبير حتى العيد الكبير كنجي عند والدي، ملي كنبكي وكنقول لهم راه ما غنرجعش ما غاديش نرجع عندو، كيقولوا لي لا خصك ضروري ترجعي عندو، عندك فين تمشي؟ ما عندك فين ترجع. كنفكر في الانتحار، كنفكر بزاف د الحوايج، كنت كنبغي نمشي لواحد البير عندنا في البلاد، كنبغي نلوح فيه راسي، ولكن كيحضيو معايا ديك الساعه. وكتقول لي امي غا صبري بلاتي دابا يدير ربي انا دابا. وصيفطت معايا خويا الصغير هو اللي تزاد عليا انا، فاش تزد جلس معايا تما في الميم، وجاء عاد ونسني بعدا شويه، ولكن حتى هو مسكين ما قدرش على ديك السدان، ما كيخرج ما داك السجن، بعض المرات كيخرجوا هو عاد كيدخلوا للدار ما، وملي كناكل العصا كيعنقني هو، كنتعانقوا وحده فيه وحده فيه. علاش ما تنبغيش ندخل البيت الجوجيه؟ في الصباح خصني ناكل العصا، كل صباح عندك كل صباح لسة. عندي الساروت ديال واحد البيت دايما حاضيه في واحد البلاصه ما كيعرفنيش فين حطيته، غير كنخليه حتى كيدخل لشي بلاصه كندخل ونسدو عليا انا وخويا. ديك الساعه ملي ما كانش كنسد عليا انا، ملي كان خويا كنسدو البيت انا وياه، يعني في الصباح راه كناكل عاوتاني العصا، تتشد في الحبس عاد
رحمة الله يمكن نزلات عاد نزلات وملي تشد جاوبوه للدار حيت شارك في شي حاجة داكشي دي هز شي حاجة لشي مرت كوميسير ولا مرت داكشي ولقاوها عنده في الدار. أوكي وصافي تشد الكوميسير مسكين هو اللي قطع لينا في الكارانا وخويا خلص عليكم خلص علينا هو اللي قطع لينا وجينا احنا في الكار نتمنى جينا للبلاد عاو تاني المعاناة قرين عند توفى الوالد في ذاك الفترة في ذاك اللحظة توفى قال الله جلست شي مهم مشيت قيت عام ملي جيت على ود الوالد ديالي توفى مسكين توفى في عيد الكبير نيتاو صافي ملي جيت عاود قالوا لك هي جات دخلته الحبس وجات انا اش دخلت الحبس واش درت عاد عاوتاني كتسمعي الهضره وكتسمعي المجتمع ما كيرحمش لا فاطمه وجيت صافي ملي جيت تما جيتي حامله جيت كنعس ما عرفتش انا راسي ما انت ما كنتيش عارفه ما عارفينش انا جيت اشنو دائما الناس تنبغينا كل والو غير كنعس كنعس وكاينه واحد مرت ولد عمي الله يولي برحمه الله قالت لامي الله يرحمها قالت لها عائشه قالت لها شنو قالت لها فاطمه شتاي هاي كتنعس هاك حامله قالت لها امي ما عرفتش على الله فاطمه قالت لها ودي عند واحد السيده تما سميتها حوريه هي صحراويه ومجوجه بواحد ولد بلادنا تما من عائلتنا وهي مسكينه هي اللي كتولد ولاده كتولد عيالات وكلشي ولكن سبحان الله العظيم غير كتشوفك كتقول لك شحال عندك زعما شحال الشهر ولا شهرين ولا هي اللي كتعرف كلشي كتقول لك اجي عندي في التاريخ الفلان فلان اللي غتولدي فيه راه صافي شافتني مسكينه وقلت تقول لي راه وقيلا عندها شهر ولا شهرين هو هذه دابا المعاناه ساعه دوبله ما بغاوش عاوتاني فاش واش انا حامله وحامله انا بهذا البنيه الهام ما خليت ما درت علاش كنسمع الاخ ديالي الكبير كيقول لامي كيقول لها خليها راه ملي غيتزاد على يتزاد داكشي اللي عندها في كرشه حيت مع ديك الساعه ما كيعرفوش شنو عندك واش وليد ولا بنيه كيقول لها خليها ملي غادي تزاد داكشي اللي في كرشها راه غنقولوا ليه هو ملي خرج من الحبس حكموا عليه بعام قال لي ملي غادي يخرج راه غنقولوا ليه يقلع عليها داكشي اللي عندها في كرشها وانا ما خليت ما درت اي تقل راه يا ربي سمح لي من هذيك كنقول يا ربي موت هادشي اللي في كرشها يا ربي باش غير ما يجمعنيش مع داك السيد نهائيا سبحانه وتعالى كان عنده والو طول لي يا ربي العمر وكانت من بعد هي السند وهي الصديقه وهي كل شيء بزاف عانيت معها والحمد لله مهما واخا داك الشيء ما بغيتش كنتالم كنقول لا ولكن اش كنقول عاوتاني كنقول خلي سيدي ربي شنو غايدير صافي ملي تزادت تلقاها واقيلا نقول لك عندها شي 3 شهور ملي دخل وديك الساعة كانوا كيجنيو الزيتون عندنا في البلاد أمي وجوج عيالات خويا هذوك اللي قلت لك خدا جوج عيال أنا فيا النوبة ديال الماكلة طيبت ليهم الفطور يلا بغيت نهزو نديه ليهم وركبتها وبغيت نديه ليهم وهو يدخل عرفتي فاش دخل صافي داكشي اللي كنت هزة في يديا طيحته تخلعت وأنا نقولها لك قلت لي شوف أنا ما نرجعش لك بغيتي بنتك ها هي خوضها انا قلت لي الا قالوا لي نرجع معك غنقتل راسي قال لي لا انا راه ما بغيتكش نيت حتى هذيك البنيه قال لي ما عندي ما ندير بها ولكن قال لي راه ما نعرفك حتى شي حاجه صافي قلت لي والو عطيني غير براسي انا اللي غنخلصها انا اللي غندير كل شيء حتى البنيه قلت لي انا قاده بها ما صافي مشى قالها لخويا ف فتمانار الله يرحمه وتا خويا راه توفى مسكين الله يرحمه مشى قالها لي قال لي راه ما بغاتنيش فاطمه شنو كاين وكاين قال لي صافي اذا قبلوك يعني الاسره عاوناتك في ذاك المرحله لا ما بغاش والو ما بغاوش قالوا لي انا راه لقيت هذيك الفرصه بعدا فاش تخلع عليا لقيت كنت غير بوحدي هضرت قلتي اللي بغيتي اما كون كانوا هما ما غيخليونيش جيت لكازا في الاول قبلتي باي حاجه خدمتي كمساعده مرت ولد عمي هي اللي ساعدتني مسكينه جات كتجي البلاد حتى هي مات ليها مات ولد عمي ومشاركه معاه جوج بنيات ديك الساعه وقت ما كانت شي عطله كتجيبها كتجيبهم البلاد كيتعرفوا بالبلاد ديالهم وهي اللي قالتها لامي قالت لها فاطمه عندها بنيه فين راجلها قالت لها انت طلقتها كاين وكاين وانا هضرت معاك قلت ليلى كانت شي حاجه ديني معاك بغيت نخدم ما ساقش خويا الخبر خرجنا مع عرض في المهم في الفجر خرجنا بالليل كيجي واحد السيد ديك الساعه اللي عنده ليركات الطوموبيل راه ما عرفتش شنو عنده
جا هو في الشيفور ديالها وهو اللي دانا مسكين وجابنا للدار البيضاء. وفي الدار البيضاء واخا في الاول تعرضتي للمضايقات مع الاسف تربت البيوت ما كانوش كيقبلوك. والله العظيم الا كملي كنشوف شي وحده خدامه عند شي حد كنقول واش هي سعيده ولا لا. كيتعيد دوز ديك المعاناه ديال المراه ما كتبغيكش ولا وانا ديك الساعه باقا صغير ما عرفت ياش شنو هي شنو هي الغيرات غيري على الرجال ولا كنت صغيره. تبارك الله كنتي مزيونه. ما كنتش كنعرف ما كنتش كنعرف.